بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 5 تصميمات تبلو ذكريات، كلها ملفات بي اس دي، ملفات مفتوحة هاي ريزوليوشن، جودة عالية جدا زي ما احنا شايفين. طبعا معمولة فروم اي تو زد على أساس إن احنا نقدر نتحكم في الريزوليوشن بتاعها ونعملها بالطريقة اللي احنا عاوزينها علشان يبقى سهل جدا إنك تعدل عليها. طبعا الـ5 تصميمات هيكونوا في ملف مضغوط اسفل الفيديو، والملف هيكون ليه باسورد، والباسورد هنقوله على 3 مقاطع صوتيه اثناء الشرح. مده الشرح هتكون بسيطه جدا لكن هتكون مهمه جدا، فخليك معانا لاخر الفيديو. اول حاجه، لو انا عاوز اعمل اي تعديل على اي صوره، عايز اغير اي صوره من دول، كل اللي هعمله ان هقف عليها. طبعا الاول هختار الموف تول، وقبل ما اختار او بعد ما اختار الموف تول هختار حاجة اسمها اوتو سيلكت، هعمل عليها علامة صح، وعندي كمان حاجة اسمها شو ترانسفورم كنترولز هعمل عليها صح. والاتنين دول لما بعمل عليهم صح، اول حاجة مجرد ان بقف على اي لاير بالشكل ده بيحددهولي على طول، يعني وقفت على اللاير ده خلاص، وقفت على اللاير ده خلاص، وقفت على اللاير ده خلاص، مجرد ما بقف عليه بضغط كليك شمال خلاص هو بيختارهولي من غير ما اضغط كليك يمين واختار اسم اللاير. طيب انا دلوقتي اخترت مثلا الصورة دي، حددت عليها. طيب الشو ترانسفورم كنترولز لما بحدد عليها بيعمل لي براوزر على الحدود زي ما احنا كده، عشان زي ما احنا شايفين، عشان لو انا حبيت اكبر الصورة او اصغرها ما اضطرش ان اضغط كنترول تي وابدا اكبر او اصغر. طيب انا عاوز اغير على الصورة دي، هعمل ايه؟ عايز اعمل صورة تانية، هضغط عليها ضغطة واحدة كليك شمال، هيجيبها لي هنا على قائمة لايرز، ولو قائمة لايرز مش موجودة هضغط F7 أو هضغط على ويندو، ومن ويندو هختار لايرز. وقفت على قائمة لايرز، حددت على الصورة، ضغطت عليها ضغطة واحدة جابها لي هنا. طبعا هو كاتب هنا كليك هير على أساس تبقى عارف إن هنا المكان اللي هنضغط عليه. هضغط على علامة السمارت أوبجكت، العلامة دي هضغط عليها ضغطتين هيجيب لي نافذة خارجية، وهبدأ أستبدل الصورة دي بأي صورة أنا عاوزها. طبعا أنا دخلت على النت عشان اجيب اي صور للاطفال، نختار مثلا الصوره دي، مثلا كليك يمين اختار كوبي ايمج، وهقف هنا على الصوره وهضغط كنترول في اكبر الصوره. طبعا علشان اعمل شو ترانسفورم كنترولز فهو عامل لي التحديد على طول، فهقدر ان انا اكبر الصوره على طول من غير ما اضغط كنترول تي بالشكل ده كده. هضغط انتر. تمام، انا دلوقتي عاوز اعرف الصوره دي جوه الدايره ولا طلعت بره الدايره ولا ايه، لان هي المفروض جوه دايره. هاجي هنا على الصوره دي، الاول همسح الصوره اللي هي كانت موجوده الاول، وهاجي على الصوره اللي انا اخترتها، وهاجي هنا على الاوبيسيتي، هقلل الاوبيسيتي بالشكل ده اخليه مثلا 50%. انا محتاج ان الصوره كلها تكون جوه الدايره هنا بالشكل ده كده. بعد كده هضغط انتر وهرجع تاني اخلي الاوبيسيتي 100%. هضغط على علامة الاكس او اضغط كنترول دبليو بيكون اللغة بتاعة النظام انجليش. هضغط على علامة اكس، هضغط هيقول لي سيف تشينجز، هقول له يس. هنا غيرنا الصورة بالشكل ده. اول حرفين من الباسورد هيبقى ام اي ام اي. بعد كده ممكن نشوف اي حاجة تانية، أي صورة تانية من الصور دي، مثلا أختار مثلا الصورة دي عايزين نعدل عليها، هضغط عليها ضغطة واحدة، وهاجي هنا هضغط ضغطتين على اللاير نفسه جاب لي الصورة. طبعا ممكن أمسح الصورة دي خالص، هضغط على علامة ديليت أو الباك سبيس بالشكل ده فجاب لي شكل الشيب اللي أنا عاوز تبقى الصورة موجودة عليه. هختار أي صورة كاملة، نفترض إن إحنا هنختار الصورة دي، كوبي إيمج، وهاجي هنا كنترول في هكبر الصورة. طبعا لو انا مش عامل شو ترانسفورم كنترولز ممكن اضغط كنترول تي عشان يحدد لي واقدر اسحب من اي زاوية بالشكل ده كده. هضغط انتر وهاجي على الاوبيسيتي اخففه بالشكل ده، وهسحب الصورة. انا عاوز الصورة الحاجة المهمة تكون متوسطانة بالشكل ده. طب انا عندي الجزء ده اسود مثلا وانا عايز الاسود ده اخفيه، اعمل ايه؟ هقوم الأول جاي على الأوبيسيتي مخليه 100% مرة تانية، وهاجي هنا على الماركي تول وهختار
هحدد بالشكل ده على الجزء ده، هضغط كنترول تي وهضغط على شيفت مفتاح شيفت، وهفضل ضغط على مفتاح شيفت واسحب من النص بالشكل ده، هكبر الخلفية وداري شكل الشيب. بعد كده هضغط كنترول دي الغي التحديد، وهضغط على الاكس واضغط يس. زي ما احنا شايفين الصورة بقت موجودة كاملة. طيب انا مثلا شايف كلمة ملفتة بقت على الدماغ، والقوس اللي معمول ما عادش مظبوط على الدماغ. طبعا كل دي ليارات مفتوحة. هرجع تاني للموف تول بالشكل ده، ممكن احرك كلمة ملفتة بالشكل ده كده، اطلعها فوق، ممكن احرك طبعا كده ايه زي ما احنا شايفين. طيب ايه تاني عندنا؟ عندنا مثلا التصميم ده رائع جدا، ممكن اعدل على اي صورة زي ما انا عاوز. اختار مثلا الصورة دي، هضغط ضغطتين اهو قبل الصورة، همسح الصورة زي ما احنا عملنا. تاني مجموعة من الباسورد NE، واختار اي صورة، اختار مثلا صورة البيبي ده، كليك يمين كابي ايمج اهو، كنترول بي اوسطن الصورة بالشكل ده كده، وهخفف الاوبيسيتي عشان اتاكد ان الصورة كلها جوه الشيب. ممكن اصغر الصورة شوية كده اهو اهو، اضغط انتر، هرجع تاني اخليها 100%، وبعد كده اهو زي ما احنا شايفين. اخر مقطع صوتي عندنا هو نمبر 1، رقم 1. الملفات هتكون موجودة كلها في ملف مضغوط اسفل الفيديو، هيكون بباسورد. بصيتك بتنزل الملف وبتكتب الباسورد وبتشتغل عليه، لكن رجاء رجاء لكل الناس المحترمة، ممنوع نشر الملفات وممنوع نشر الباسورد. الوسيلة الوحيدة للحصول على الملفات هو مشاهدة الفيديو. أي حد عنده استفسار أو تعليق اتركه في تعليق أسفل الفيديو، إن شاء الله هنرد عليه. ما تنسوش تشتركوا معنا على جروبات الفيسبوك والتليجرام والواتساب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.